ايه السبب يا جماعه ان ناس كتير بتسمع وعظ وعظ ضرر وحياتها محلك شر؟ ايه السبب يا جماعه ان في ناس تقرا الانجيل كتاب مقدس يوميا بالساعات وتمسك كتاب مقدس بتاعه تلاقيه مخططه من التكوين للرؤيه، ومع هذا تقلب في حياته تلاقيها ايه؟ مش كده خالص، لانه انا بفهم كلمه الله بعقلي، صح؟ بقراها وبستوعبها بعقلي، لكن هي بتتزرع فين؟ في قلبي. التربه هي القلب التي يحفظون الكلمه في قلب صالح بالصبر. اوعى تكون فاكر ان الشيطان ليه سلطان يخطف الكلمه منك ان لم تعطيه انت ايه؟ الاشاره. ما يقدرش يخطف النعمه، ما يقدرش يخطف البركه، ما يقدرش يخطف القوه، ما يقدرش يخطف الحياه اللي اديها لك الله ابدا الا لما انت تديله الاشاره، تدوس عليه. خلاص انت فتحت له الباب على مصراعيه بارادتك. بس هو لانه شرير مش بيخش يخطف الكلمه اللي مزروعه دلوقتي، لا، ده بيخش يخطف الكلمه واللي يلاقيه. تلاقي نفسك بقيت خاوي من كل شيء. فنقطه البدايه اذن حتى يحدث زرع، وصمام الامان اذن حتى لا يخطف الشرير الكلمه هو فعل الطاعه. ان امنت بقلبك، يعني الايمان تحول من فعل الفهم والتصديق الى فعل الطاعه. يبقى ايمان بدون قرار الطاعه هو ايمان ايه؟ عقلي. انت بتسمع كلمه الله من المباشر، لكن وانت بتسمع بتميز، بتشعر، بتشوف ان الكلمه دي مش كلمه انسانيه محضه، لا، ده الله بيكلمك. هي اذا كلمه الله، هو اذا صوت الله منطوق في وعاء انسان. وعشان كده انا بتعامل مع كلمه الله من هذا المنطلق، خرافي تسمع صوتي. كلمه واحد، كلمه اثنين، خرافي تعرف صوتي. من الثلاثه تخرج وراء صوتي، تسمعه، تعرفه، تخرج وراه. ده صوت ابن الله. عرفت ازاي ان هو المسيح؟ صوته. اذا صدقت واطعت بتخرج من تحت سلطان العالم وتخش تحت سلطان الله. يعني انت قاعد تحت تاثير سلطان العالم اللي بيرمي جواك ايه؟ الخوف، الاضطراب، الحيره، الشك، الجرح، الانزعاج، وده شغال معاك طول النهار، وكل العوامل دي عماله بتقتل فيك من جوه. ولكنك حينما تصدق بعقلك ان ده كلمه الله وتخضع بقلبك، فانك بتتوصل على قوه الحياه وسلطان الحياه. اذا فهنالك قوه محييه تأتي عليك، هي دي حياة الله. ده امتى؟ ده لما تعمل ايه؟ تصدق وتخضع بقلبك. في حياة من الله، في قوة من الله بتجيلك. عشان كده في ناس وهي بتسمع كلمة الله بتسمع الوعظة حياتها تتغير، وفي حاجات كانت مغلوبة منها طول عمرها تهرب منتصرة عليها، والأمراض تتشيل منها، وعيوب نفسية تتفك منها وهي بتسمع. ليه؟ لأن هي بتسمع غاصب في الاستماع والطاعة. فأول ما الاستماع والطاعة يوصلوا للنقطة العميقة، شوق ما فوق الطبيعة بيحصل لك، بتيجي بقى قوة الحياة، بتستلم قوة من حياة الله، فبترفعك، فبتفكك، فبتشفيك. ليس مطلوب منك ان تحيي موتك، لا تستطيع ان تحيي موتك، لكن القوه اللي تيجي عليك هي اللي هتحييك من الموت. لكن مطلوب منك انك ايه؟ تصغي و
تطيع بقلبك، تصدق بعقلك وتطيع بقلبك. المسيح يزرع زرعه لكي يعطي ثمر للحياة الأبدية، فاقبلوا الزرع واحفظوه في قلب صالح بالصبر عشان تأخذ ثمر الحياة الأبدية. وعايزك تروح من هنا بقى وتأكل كلمة الله أكل، ليس فقط دراسة عقلية ولكن وأيضا طاعة قلبية. واللي هتصدقه وتطوع هتاخده، وكل ما تصدق وتطيع تاخد. أمين. فلتكن قوة كلمة الله، فلتكن قوة الحياة التي في الابن الكلمة لأرواحنا ونفوسنا، لعقولنا وقلوبنا وأيضا أجسادنا، لتكن لنا قوة حياة فرحا وشفاء للروح الحزينة والنفس المكسورة والعقل المحبط. البس قلوبنا بالحياة. اسم يسوع. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 0-10-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.